ينفع ازود حاجه على قصه الراجل الهندي؟ زود حاجات ارجوك على قصه في صديقي الهندي. 2017 كنت في قرعه كاس العالم في موسكو، وركبت مع واحد مشجع ليفربولي باكستاني مسلم. اوكي. لما عرف ان انا مصري وبلد محمد صلاح، سواق التاكسي ده رفض ياخد مني الاجره اكراما لمحمد صلاح، فانا شخصيا مدين بكام دولار لمحمد صلاح يعني. والله. هو طبعا حاجة عظيمة، وأي حد بيرفع اسم مصر طبعا طبعا لازم نشيله على راسنا. نفرح محمد بيه. زي ما بقولت كده عنده تحدي دايما يا أستاذ يوسف مع الأرقام القياسية، يعني هو لما يتحدى أو يتجاوز النهارده مايكل أوين ده أسطورة نادي ليفربول، يرفع رصيده ل 151 هدف في المركز العاشر في ترتيب الهدافين التاريخيين من منذ بداية المسابقة الإنجليزية، وهي أقدم مسابقة في تاريخ الكورة. الإنجليز هم اللي صنعوا الكورة. يعني أنت لما تعرف الأرقام القياسية مثلا إن محمد صلاح الماتش ده كان رقم 120 على ملعب أنفيلد، جاب بقى فيهم كام بقى؟ جاب 88 جول وصنع 33 جول على الملعب ده. يعني ب 120 مباراة لعبها على الملعب ده ساهم في 121 هدف لفريقه.